السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في حلقة جديدة على قناتكم طيور فوق السطح. يا رب تكونوا بألف خير وصحة وسلامة، ويا رب دايما مشاريعكم في تربية الطيور تكون ناجحة ومحققة ليكم كل اللي انتوا بتتمنوه. النهاردة جايين نزود إنتاج البيض بواحد من أفضل المنتجات اللي موجودة في الصيدليات البيطرية وموجودة في بعض الأماكن الأخرى المعنية بأدوات زيادة الإنتاج للحيوانات والطيور. واللي جابوا لك ده شيء مستورد تمام، وشيء ممتاز جدا جدا جدا، وكميته يعني هتكون كافية بالنسبة لك لو عايز تضمن، والضمان بيد الله طبعا سبحانه وتعالى، نتيجة في زيادة الانتاج بوفرة بالنسبة للطيور بتاعتك من انتاج البيض. استخدم هذا الدواء او تقدر تقول الاضافة يعني، لان اللي فيه يعني حاجة تفتح الشهية وتزود الانتاج بتاع البيض وتساعد الطيور بتاعتك بشكل كبير على زيادة الانتاج. فحاول تستخدم هذا المنتج وهتدعيلي في الاخر. لكن قبل اي حاجة اعمل لايك على الفيديو، اشترك في القناة، فعل زر الجرس علشان توصلك فيديوهات الجديدة اول باول، ويلا بينا ندخل طول. الكلام اللي انا جايبه لك ده كلام مجرب، والإضافة دي اللي أنا جايبها لك إضافة يعني إيه مجربة ومؤكدة من بحوث علمية ومن تجارب معملية كتيرة وتجارب عملية على الطيور نفسها. يعني دلوقتي حضرتك لما تيجي تشتري هذا أو هذه الإضافة هتلاقي التأثير بتاعها وقتي. يعني إيه وقتي؟ يعني أول ما حضرتك تستخدم هذا الدواء أو هذه الإضافة تاني يوم أو كام ساعة وتلاقي على طول الطيور بتاعتك إنتاجها من البيض اختلف تماما، إنتاج اختلف تماما تماما تماما، يعني هيبقى في حتة تانية خالص. ليه بقى؟ لأن أنا جايب لك واحد من أفضل المنتجات اللي موجودة في السوق تمام، انتاج شركة انتر فارما تمام، نتائجه ممتازة جدا جدا وعن تجربة. تركيبته ممتازة ليه بقى؟ لأنه بيستخدم لعلاج نقص الخصوبة، نقص الخصوبة وتكييس المبايض ونقص انتاج البيض عند الطيور ونقص الاملاح، نقص الفوسفور تمام، انخفاض الشهية في الطيور بتاعتنا. متوفر في الصيدليات بشكل متوسع لكنه ممكن شوية تدور عليه، يعني من جودته العالية هتلاقيه دايما خلصان خلصان، لانه الناس كلها بتحاول تشتريه وتتحصل عليه، فتلاقيه دايما خلصان من جودته العالية. فما تفكرش ابدا باي شكل ان انت تعمل ايه، ان انت تدور على اي شيء تاني غير ده. اي شيء تاني غير ده دلوقتي لو انت عندك مشكلة في نقص انتاج البيض مش هيحلها لك. يعني لو دورت على اي حاجة تانية تحل لك المشكلة دي هتلاقي نفسك بتاخد وقت طويل، تلاقي نفسك بتتعب نفسك على الفاضي، بتعمل مجهود على الفاضي، بتصرف فلوس على الفاضي تمام. فهو فعلا من اقوى المنتجات اللي مليانة بالعناصر الغذائية، واهم عنصر غذائي موجود في هذا الدواء او هذه الاضافة بقى الفوسفور. كلنا عارفين كويس قوي ان الفوسفور له علاقة مباشرة بالخصوبة، معروف يعني ان الفوسفور له علاقة مباشرة بالخصوبة عند الانسان وعند الطيور تمام. فالفوسفور للأسف مش بيتواجد بنسبة مرضية في العلائق وفي الأكلات المختلفة اللي احنا بنقدمها للطيور، إلا مثلا لو بتقدم سمك تمام، واللي بيقدم سمك بيقدم شوك السمك وعظم السمك وأحشاء السمك ومكونات السمك الداخلية وكل الكلام ده ما فيهوش نسبة فوسفور، ممكن يبقى فيه نسبة كالسيوم، العظم والشوك والكلام ده يبقى فيه نسبة كالسيوم، لكن الفوسفور مش موجود تمام، بيبقى موجود بكميه قليله، الا لو هتقدم بقى اكلات غنيه بالفوسفور وبتبقى غاليه جدا. فعلى ايه عليك بايه بقى تقعد تدور على الفوسفور اللي بيزود الخصوبه في اكلات مختلفه واضافات مختلفه؟ لا، انت بشكل مباشر روح استخدم هذا الدواء وهذه الاضافه اللي اسمه داي بيزك بلس. داي بيزك بلس، داي بيزك بلس تمام، في منه داي بيزك بس وفي منه بلس تمام. انا بنصحك انك تستخدم الداي بيزك البلس لانه تأثيره كبير جدا 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 على الطيور بتاعتك. طيب في ايه مكونات تانية؟ في زنك، والزنك ده بيزود الرغبة الجنسية عند الطيور، بيزود الرغبة الجنسية عند الديك، وبيزود الرغبة في البيض وخصوبة البيض، خصوبة المبايض عند ايه؟ عند الفرخة البياضة تمام. في كوبر، في كوبالت، في صوديوم، والصوديوم ده مهم جدا 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 لتواجد الزنك. وفي بقى مكون مهم جدا جدا وهو السيلينيوم. السيلينيوم ده يا جماعة من أقوى المخصبات والمحفزات على الخصوبة، يعني الطيور بتاعتك لما تيجي تستخدم سيلينيوم ده معناها ان انت اديتهم حاجة لزيادة الخصوبة، حاجة لزيادة الخصوبة، لزيادة المناعة،
زيادة القدرة على إنتاج البيض. فكل العناصر الغذائية دي موجودة في هذا الدواء. في حاجات تانية، في بوتاسيوم. بوتاسيوم ده بيساعد على الإخصاب بشكل كبير، وبيساعد على زيادة إنتاج البيض بشكل كبير وبشكل واضح عند الطيور بتاعتنا. في مغنيسيوم، في مغنيسيوم برضو، المغنيسيوم مهم جدا 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 بالنسبة للطيور بتاعتنا. فالعناصر الغذائية دي كلها موجودة في دواء واحد بس اسمه داي بيزك بلس. حلو. وخلي بالك هذا الدواء دواء بيطري في الاساس، وبيستخدم في الاساس للحيوانات، البقر والجاموس والماعز والكلام ده كله، لكن بمكوناته الداخليه دي يا جماعه اؤكد ليكم بنسبه 1000000% ان هذا الدواء يصلح لزياده انتاج البيض وعن جداره. يصلح لزياده انتاج البيض وعن جداره، اللي هو انت مش هتتعب نفسك، مش هتتعب نفسك في اي شيء. انت هتستخدم هذا الدواء وهتلاقي تاثيره على الطيور بتاعتك تاثير كبير جدا 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 من حيث انتاجيه البيض. تمام. طيب هذا الدواء كيف يستخدم؟ حضرتك هتروح للصيدليه البيطريه، تمام، وتقول له عايز داي بيزك بلس. حلو. هيقول لك انت عايز تستخدمه لانه نوع من انواع الحيوانات او الطيور. هتقول له ان انت مثلا عندك شويه فراخ بياضه وعايز تزود انتاج البيض. هيقول لك ايه بقى هو؟ هيقول لك طيب ده مش بيستخدم لزياده انتاج البيض، انا هديك حاجه اقوى. قول له لا، قول له لا، قول له انا عايز ده، انت رايح تشتري داي بيزك بلس. تمام. فهتقول له انا عايز هذا الدواء. هيقول لك براحتك، بس ده مش بيستهلك علشان الطيور. قول له ايوه انا عارف انه مش بيستهلك عشان الطيور، وعارف ان هو اصلا مخصص للحيوانات وكل الكلام ده، لكن اؤكد ليك ان انت لما هتستخدمه للطيور هتلاقي تاثيره كبير جدا جدا جدا. حلو. ده بالنسبه للدواء. فهتقول له بقى ايه عايز استخدمه للطيور. هيعرف منك عدد الطيور اللي عندك، هيعرف منك حاله الطيور اللي عندك، يعني انتاجهم ضعيف متوسط معدوم. تمام. هيعرف منك لو عندهم امراض معينه، تمام، امراض مزمنه، اسهالات او غير اسهالات. تمام. هيعرف منك كل هذه التفاصيل علشان خاطر يعرف يديك ايه الكميه اللي تكفيك وتحافظ على الطيور والجرعه اللي المفروض تستخدمها للطيور بتاعتك. هتستخدم الدواء ده يوم 2 3 4 فترة معينة زي ما يقول لك الصيدلي البيطري على حسب حالة الطيور اللي عندك، وهتلاقي انتاج البيض عاد من جديد. لكن خد بالك هذا الدواء بيعيد انتاج البيض سريعا فعلا، لكن عليك انت بقى انك تكمل، عليك انت انك تحافظ على الانتاجية دي مستمرة، ما تعتمدش على الدواء بس، لان الدواء ده ما الا محفز. العناصر الغذائية اللي بتدخل للطائر من خلال الدواء بتحفزه، بتحفز الطائر. انما في الحقيقة ايه؟ في الحقيقة انت لازم تدخل العناصر الغذائية دي بالاكل، بالشرب، بالحاجات اللي بتديها للطائر، بالاضافات اللي بتديها للطائر، بالاعشاب ممكن، لكن ما تعتمدش على الادويه وبس، لان الادويه مؤقته ومش مستمره ومش بنستخدمها على طول. ده كان الفيديو. ما تنساش تعمل لايك على الفيديو، اشتراك في القناه، تفعل زر الجرس علشان توصلك كل الفيديوهات الجديده اول باول، ونشوفك على الف خير في حلقات جديده. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.